السلام عليكم هذا الفيديو هو للإعلان عن بدء العمل بموقع دكتور سولار انفرتر دوت بايثون كوم وإطلاقه هذا الموقع هو مخصص لكل ما هو متعلق بصيانة انفرترات الطاقة الشمسية ذو الترددات العالية على ماذا يحتوي هذا الموقع؟ يحتوي على عدة خدمات الأولى هي عبارة عن فورم لمناقشة المشاكل يعني بين مستخدمي هذا الموقع الخدمة الثانية هي خدمة معنى الكودات التي تظهر على شاشة الانفرتر مثلا في البداية تختار نوع الانفرتر ثم نوع الكود الظاهر هو تحذير ام خطا بعدها تختار الـ يعني الكود يظهر امامك ما معناه وتستطيع ان تضغط هنا لتبدا بعمليه الاصلاح من خلال الترابل شوتر الترابل شوتر هو عباره عن اداه جديده هذه الاداه يعني من خلالها تستطيع يستطيع الموقع ان يعني يذهب معك خطوه بخطوه لاصلاح الانفرتر وذلك من خلال خطوات على شكل اسئله تجيب انت على كل سؤال بنعم ام لا لياخذك بعدها للخطوه التاليه لتصل في النهايه الى سبب ظهور الكود على شاشتك واصلاح الانفرتر الخاص بك الخدمه التي تليها وهي التدريب التدريب على صيانه انفرترات الطاقه الشمسيه على شكل اربعه دورات تحتوي هذه الدورات يعني على هي عباره عن مستويات المستوى الاول اساسيات الالكترونيات المستوى الثاني يحتوي على مكونات انفرتر الطاقه الشمسيه والعلاقه التي تربطها بعضها ببعض كيف يعمل انفرتر الطاقه الشمسيه المستوى الثالث وهو شرح مفصل لمخططات اجزاء انفرتر الطاقه الشمسيه ذو الترددات العاليه والمستوى الاخير هو فيديوهات حول الاخطاء والكودات التي تظهر على شاشه الانفرتر وكيف يجب على فني صيانه الانفرتر التعامل معها لكي يعني يعالج هذه المشكله طبعا يعني هناك ارتباط بين هذه هذه هذا المستوى والترابل شوت طبعا هذا الموقع هو ليس مجاني للاشتراك به هناك عدة انواع من الاشتراكات تستطيع بعد اختيارك نوع الاشتراك الذي تريده تعبئه هذه يعني المعلومات وخاصه الخانه الاخيره وهي خانه الام سي ان لتحويل الاموال بواسطه ويسترن يونيون نحن لا نقبل الا تحويل الاموال من خلال شركه ويسترن يونيون بعدها تضغط تشيك اوت آه، وسوف آه، نبعث لك بشكل اوتوماتيكي آه، الاشتراك آه، يعني اليوزر نيم والباسورد الاشتراك في هذا الموقع وشكرا